كل عام كتشنى فيه في نفس الوقت. إذا شي واحد حتى دابا على ميلاد عرفتي كل ما كناش حنايا معاون الحومة ما يجيوش بعدا كاع هاي جاية هاي دايزة منك ما فهمنا والو ثلاثة طبق بيض وجوج السوايع البومبية ساعة ونص أما أحسن تجلب البومبية الأولى ولا الفارقة لكن الأولى أخويا بارك الله عليكم هاد الشباب اليوم اللي كيقوموا ما قلناش على ما تفاجأ أخويا عاد جا واد وشي تشبكات مزيان عاد جايين نبغاو نفنوا بنادم شنو الأسباب ديال هاد الحالة شنو؟ ما عرفناش أخويا ما عرفتش السبب نعم بارك الله عليكم ما قلناش على ما تفاجأ نعم الشباب الشباب اللي طفاوها يعني في واحد المنزل اللي كيتوي حي ولاد مال اذا كما كتلاحظوا كتشاهدوا هذا هو الحريق زيد شويه بعيد 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 تقرب في الصوره اذا كما كتلاحظوا كتشاهدوا الناس الجماهير اليوم اللي حاضره بحي ولاد مال كل شيء حاضر اليوم يعني في هذا الحريق هذا اللي كيتواجد حاليا ب لا في راي ديال ولاد مال إذن فتحنا هذه التسولات أمنية للمواطنين كما كتلاحظوا كتشاهدوا متتبعين الاعترافات أثناء هذا يعني الناس كما كتشوفوا كتلاحظوا يعني الناس يعني هذا هو الحريق اسباب الحريق كما كتشوفوا كتلاحظوا يعني في هذه الاثناء هذه الحريق هذا اللي كيتم اهمال ديالو الحريق احد الشباب نعم نعم
هادشي الله تحرم عليكم والله. بلاتي 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 الشعب ديالنا كيتعرقوا نتوما بالتوتال الاخر بداو تقحبلوا علينا صافي حيدي حيدي ولا اذا فهاد الاعتداء كما كتلاحظوا معنا مسجد الله الكرم يعني الشباب المسالين مسالين فهاد الحدث سلام على متابعينا شتى تي في فهاد الحدث كما كتلاحظوا كريم اليوم شناكم اليوم كتبقاو هاد العافيه هادي خويا هادشي راه كنعيشو كل عام كل عام كتسعى العافيه في الطفيره اه خوت كل عام ان شاء الله كتسعى العافيه خوتي اه وتلقاو ولاد الشعب مول شي وقفوا البيه كتعطل اه صافي في حالتنا كي ولات اه باش كاش نعيشو ديما وما كاين لا لجنه لا والو كتقلب شي حاجه هنايا والو خويا اه هادشي راه عشوائي هنايا باش راه نعم البيه كتسعى العافيه كل عام كتسعى العافيه قرب الميكرو عندك الناس راه مخلوعه اخويا نعم انا سي حاله نحمد الوالد شو السبب ديال هاد العافيه هذا وما رحناش اخويا السبب كنا جالسين في القهوه تلقاو العافيه اخويا الشباب هو العشوائيه العشوائيه هي السبب نعم فهمني يا صاحبي نعم كما كانت العشوائيه ما تكون لا عافيه لا والو يرحمك الوالد نعم حتى شي واحد ما كيجيش يشوف شنو كاين في هاد لافيرا هذا راه كاين الناس عايشه الخطر نعم ولا يرحم ليك كاين ليسانس كاين طوموبيلات كاين الحما راه الناس ديما كتعيش هاد العالم كل عام كل عام كل عام كل عام واحد بزاف واحد بزاف كاين سمعنا واحد البنيه صغيره كانت تما الداخل كما كانوا الدراري ديك البنت اخويا راه كانت تموت بالرجوله كانت تتمنى ساعه الدراري وداك الشعب يمكن اعرف الوجه اه شوف وكانوا الناس وكانوا كاين الغنم كاين الدجاج كاين الحماق في هاد الاخيره يا دار صاحبي كنتلاحظوا معنا متابعينا الكرام في هذه الاثناء هذه كما كتشوفوا كتلاحظوا يعني هذا الحريق المهول اللي كيكون حاليا في حي الملك وحضور كل رجال ديال الامن ورجال الوقايه المدنيه يعني في هذه الاثناء كما كتشوفوا كتلاحظوا يعني خروج كل الساكنات في هذا الملك اذا متابعينا الكرام كما كتشوفوا كتلاحظوا بلاتي ولدي بلاتي بسبب العشوائيه اخويا هنا البناء العشوائي كاين لافيرا انت عارف كتسمع لافيرا يعني كاين طوموبيلات كاين ليسانس كاين بزاف الحوايج كاين بلاتي كل نعم احد 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 لا انت قلت قلت احد بدور اسكت 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 الكلمه بالله تاسف راسك هاي سنه لازم سير اسير 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 كل عام تتهو الشعب وكذا منه كما كتشوفوا كما كتشوفوا كتغيروا كل عام كبحالكم العافيه كل عام تعرفوها بالنسبه لي
اليوم كنشوفوا تضحوا حتى شو يديك عبد الله انا احد الشباب اليوم اللي كان في اخذ اليوم في مشهد السيده اللي خدمنا هنا شنو الاسباب ديال هذه الحريقه هذه باش تخرب الناس اكثر؟ هو السكن العشوائي بنادم معذب هنايا ما لاقيش حتى فين يخدم. نعم ما عندوش فين يخدم مسكين معذب في السكن العشوائي العافية عليه الضو بحال كان تزادت الحراره كتشعل بنادم العافيه. نعم حنا عايشين وما عايشين ضاحكين وما فرحانينش حنا عايشين وما عايشين ضاحكين وما فرحانينش حنايا حنا كلشي كيتعذب هنا حنا عايشين عمل ايتام حنا كاملين هنا نعرف خوص بينا الناس نتعاونوا مع بعضياتنا حنا الدولة ما كنشوفوا منا والو حنا كلشي معذب هنايا كلشي معذب عايشين على بيناتنا بحال الخوص حنايا كلشي كيتعذب باش كتطالبوا دابا المطالب ديالكم انتوما شنو هي كساكينة الحقوق ديالنا حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا وكلشي يعيش زوين هادشي اللي بغينا بغينا بنادم يعيش زوين ما يبقاش عايش في هاد الدول هذا كنعيشوا معذبين حنايا حنا كاملين معذبين في هاد البلاد الرئيس اسمع لي الرئيس هذا الحريق المهول اللي كان احد المنازل اللي كيتواجدوا في الحي الكرامي اذا المشاهدين الكرام كما كتابعوا معنا ومتابعينا الكرام هذا حريق احد المنازل تحيدنا من هذا الفقر هذا وحنا كنتعذبوا كل عام سكن ونقص بزاف الحوايج وهذا معذب هذا معذب والحمد لله حنايا وكاك عايشين وما عايشينش وضحكنا وما ضحكناش والحمد لله كل عام وحنا عايشين متابعينا الكرام جماهير كبيرة في الكويت حاليا في حي الادمان اذا متابعينا الكرام متابعين اخر خبر هذه كما كتشوفوا كتلاحظوا يعني المدى الحريق شكرا لكم على التتبع وصلوا معنا مكتوبين مدى الحريق اذا متابعينا الكرام كما كتلاحظوا متابعينا الكرام متابعين اخر خبر في الاثناء هذه كما شفتوا معنا شكرا لكم على التتبع.